بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وروى الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهناك شبهة يكررها بعض الناس، وهي أن الرد على المخالف يعتبر تشهيرا لا سيما إذا كان من أهل السنة والجماعة. والجواب أن هذا من جنس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد أمر به كما سمعت. وأما الرد المعلن يكون لمن أظهر المنكرات علانية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الرد عليه علانية ولم يبق له غيبة. وقد أسماه بعضهم تتبعا للعثرات والزلات. والحق أن الرد على المخالف مهما كان دين إذا كان لوجه الله تعالى. وقد سئل الشيخ العلامة الفوزان، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطة يذكر فيه أخطاءه وهفواته، فهل هذا من المنهج الصحيح؟ إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ هذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله، أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها. أما إذا كان القصد التشهي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. وقد قسمته إلى نقاط: الأولى الأخطاء العلمية والمنهجية للدكتور الهوائي. وأول مسألة نقف عندها مسألة الثورات والخروج الجماعي على الحكام والأئمة، لا يعتبرها الدكتور الهواري من الأصول التي يكون فيها الخلاف خلاف تضاد مذموم كما ذكر ذلك هو بنفسه. يقول الشيخ الهواري في محاضرة الائتلاف والاختلاف الجزء الأول: ومسألة الأئمة والحكام والخروج عليهم والمستجدات المعاصرة والثورات والخروج الجماعي والفقه الجديد، لكن هنا نحن نتكلم عن بيان الأصول التي الخلاف فيها خلاف تضاد مذموم. كيف يقول الدكتور الهواري إن مسألة الحكام والخروج عليهم والثورات هذا موضوع، لكن نحن نتكلم هنا عن بيان الأصول التي يكون فيها الخلاف خلاف تضاد مذموم، أليست هذه الخلاف فيها خلاف تضاد ومذموم؟ أليست هي من الأصول التي خالف فيها الخوارج قديما وحديثا؟ وفي الرد على هذا الكلام نقول: أولا، هل تعتبر الثورات أو ما تسمى أيضا بالمظاهرات خروجا على الحكام أصلا؟ سئل الشيخ العباد حفظه الله تعالى: هل يمكن القول بأن المظاهرات والمسيرات تعتبر من الخروج على ولي الأمر؟ فأجاب حفظه الله تعالى: لا شك أنها من وسائل الخروج، بل هي من الخروج لا شك. فإذا كانت من الخروج فإن عدم الخروج على الحكام والأئمة يعتبر من الأمور والأصول التي يكون الخلاف فيها خلاف تضاد مذموم. ولهذا كان السلف الصالح يجعلون الإنسان من طائفة الخوارج بمسألة الخروج على الحكام المسلمين، كما قال البربهاري في شرح السنة: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. فحكم عليه أنه من الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، فيما رواه نماجة وصححه الألباني. وقال عنهم عليه الصلاة والسلام:
لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فيما رواه البخاري من رواية أبي سعيد، لمجرد الخروج. إذن المظاهرات والثورات هي من المسائل التي يكون فيها الخلاف خلاف تضاد، وهي أيضا مذمومة، وإليك فتوى اللجنة الدائمة، والشاهد منها كما ننصحك وكل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي لا تحترم مالا ولا نفسا ولا عرضا، ولا تمت إلى الإسلام بصلة، ليسلم للمسلم دينه ودنياه ويأمن على نفسه وعرضه وماله. وهذه أيضا فتوى سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، يقول فيها: كما أوصي العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها، وتسبب الفرق بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين، وإنما الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق، واستعمال الوسائل التي تنفع ولا تضر. وليس الدكتور الهواري وحده في تنظيم الإصلاح الذي يتهاون في هذه المسائل الأصولية العظيمة، أي المظاهرات وغيرها، بل هناك كثيرون من كبار مشايخ هذا التنظيم، مثل الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم نائب الرئيس. الجلسة صفحة 1800 من 2009 حتى 2012 طرح لي الآية من الله، طرح لي على الثورة المصرية. وهو يثني على الثورة المصرية، ولاحظ أن هذا كان أثناء قيام الثورة على مبارك وقبل عزله، وكذلك كثير من شيوخهم وشبابهم كذلك، إلا أنني أتركهم خشية الإطالة. والدكتور الهواري يقول قبل هذا الكلام بقليل: من أصول السنة ترك الخروج على الأئمة، فواضح من كلامه أنه لا يعتبر الثورات والمظاهرات من الخروج على الأئمة، ولذلك يسميه كما سمعت بالفقه الجديد والخروج الجماعي والثورات. والحق أنها خروج وباطل قديم، وكان من أكبرها الخروج على عثمان وقتله رضي الله تعالى عنه، وقد غير الحركيون اسمها من خروج محرم إلى ثورة وفورة من روح الإسلام، كما فعل زعيمهم سيد قطب. ثانيا الدكتور الهواري وتزهيده في الكلام عن أهل البدع والمخالفين. شوفي أنا أشكر على هذا الكلام، والحقيقة يكون لي آخر إجابة، وأنا لا أخفيك أني الآن سأخرج من هنا مستاء، معلش عليكم، لأني جلست مع الطلاب، ما خرجت من محمد حسين يعقوب والعريفي وعبد الحي يوسف وزيد بكر، خرجت مع الطالبات نفس المرض ونفس الدلالة. ولذلك أنا عندي الدروس التحقيق النسوية الشغال بهناك، شغال 6 سنوات 5 سنوات، لا تعلن عن إليه ولا تعلن عن موعده. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العلم كذا، بدأنا من الطهارة الآن في العلمان والنزل، ودرسنا كتاب التوحيد بكماله، ودرسنا كتاب الملخص الفقهي بكماله. أنا كلامي ذا الآن وقعني في جرح تماما، أنا أرى طلابنا وطالبات الجامعات تقالين في الفضاء، وحيخرج مجتزل 1000 طفل. انتوا اتقوا الله وتوبوا اليه وارجعوا الى العلم. يا اخي لان احنا جلسنا جلسه ساعه كامله، بدل نستفيد نحرر مساله، بدل نذكر الادله، بس ندفع كلها في العريف في عبد الحليم. انتوا ما تكونوا مرانات؟ انا ما اعرف المرضى الوضع في الطلب ايش يا اخي، 10 سنوات تشتغلون لنا في زياده بطل العمر يا اخي، ده علم ذكر وتعديل ما حقكم. ومن اول كلمه قلت لكم العلم ده حتى في العلماء ما تكلموا به للاستاذ. يا اخي اعتمدوا بنفسكم، ربوا انفسكم، ذكروا انفسكم، شوفوا العالم خلصتم مع رب العالمين. انا صراحه كلامي ده مناسب معي للغايه، انا ارى طلابنا وطالباتنا والله انشغلوا في انفسهم وانشغلوا في الناس وانشغلوا في كلام لا صلة لهم به ولا تخصص لهم فيه، وسيخرجوا لخفي حنين من الجامعات. بارك الله فيكم، انا انصحكم عليكم الله ما تضيعوا زمن. انا شخصيا اذا دارين تجيبوني تسالون الماده لا تجيبوني، معليش يا عبد الفتاح، ها؟ دارين تسالوني اشرح لكم كلمات، اديكم قواعد، اديكم قواعد، اديكم كلام عن السلف ينفعكم جيبوني، الكلام في الاشخاص انا ما ثاني ما دارين. والان نسال سؤالا، هل السؤال عن أهل البدع والتحذير منهم هل يعتبر مرضا وبلاء أم يعتبر دينا وعبادة وقربة إلى الله تعالى؟
فالجواب هو دين وعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من أهل البدع والضلال. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وفي لفظ عند مسلم من رواية أبي هريرة أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ضلال بعض الضلال، بل حتى إنه صلى الله عليه وسلم حذر كل الأمة منهم قبل ظهورهم. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع، فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. فتبين أن هذا الأمر عبادة وجهاد ودين وواجب كفائي متفق عليه، فكيف يكون الدين مرضا وبلاء؟ لا شك أن هذا الكلام من الدكتور الهواري من أبطل الباطل. وقد يقول قائل: إن الدكتور الهواري قال ذلك لأنه لا يعتبر محمد حسين يعقوب والعريفي في عداد أهل البدع. نقول: إنه حتى إذا لم يقتنع بتبديع العلماء الذين ذكرناهم من قبل في تبديع محمد حسين يعقوب مثلا، فإن الشيخ الهواري يعتبر عبد الحي يوسف من الإخوان المسلمين كما قال ذلك بنفسه ومسجل، ولا شك أنه من أهل البدع، وقد اعترض عن السؤال عنه والكلام عليه الآن، وسمى ذلك مرضا وبلاء. وإما يؤيد أنه لا يحب الكلام في هؤلاء الضالين ما قاله عقب هذا الكلام، وهو يفتخر بذلك. ولذلك أنا عندي الدروس التحقيق النسوية الشغال بأناس شغال 6 سنوات 5 سنوات، لا تعلن عن إليه ولا تعلن عن مرحله باعتقال الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العلم كذا، بدأنا من الطعام الآن في الأيمان والمدر. وقد سئل الشيخ العلامة الفوزان عن بعض الأباطيل التي قالها محمد العريفي فأجاب، لأنه يعتبر أن هذا الأمر دين. مع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك وما حدث في الشعوب الآن، يعني هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم: اسمع واطع وانجلد ظهرك وأخذ مالك، لا يتكلم عن لو أن الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكلة، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره وأخذ ماله، يقال لهذا الشخص: لا تقم تدعو إلى إسقاط هذا الحاكم أو تقوم أمامه بسلاحك، لأن المفسدة التي ستترتب على خروجك عليه أعظم من مفسدة أنه ضربك، شوف لك أي طريق آخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله. يقول حفظكم الله: ما رأيكم في من يقول إن حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلا ثم تسلط على فرد معين؟ أما هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، هذا كلام من عنده، ما هو يفسر كلام الرسول بهذا الشيء، هذا كلام من عنده، هذا صاحب هوى يريد يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه، ما يجوز هذا، هذا قول، هذا
هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم. نعم. فقارن بين منهج علمائنا الكبار وبين كلام الدكتور الهواري، هذا تجد الفرق واضحا. وسؤال عن أهل البدع هو علم، وهو من دين الله الذي قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم. ومع ذلك يصر الدكتور الهواري ويسأل مستنكرا أن يكون هذا من الدين. فالشاهد أغلب الأسئلة ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، هذا دين؟ رأيي أن تتأدب وتتعلم وتجلس في التراب وتثني ربتيك أمام أهل العلم وتتعلم العلم وتتأدب وتزكي نفسك وتنظر إلى خلاصها أمام الله، هذا رأيي. ويقول الدكتور الهواري أيضا، أنا أرى طلابنا بلهجته، أنا أرى طلابنا وطالباتنا في الجامعات شغالين في الفضاء وحيخرج من الصفر ألف صفر، انتوا اتقوا الله وتوبوا إليه وارجعوا إلى العلم. يا أخي نحن نجلس لنا جلسة كاملة بدل ما نستفيد نحرر مسألة، بدل نذكر الأدلة نطلع كلها في العريف وفي عبد الحي يوسف، انتوا مالكم على الناس. أنا ما أعرف المرض الوضع في الطلبة شنو يا أخي. هكذا يقول. لاحظ أنه ما زال مصرا على أن يسمي السؤال عن ضلالات المخالفين لأهل السنة مرضا، بل وصف ضمنا الذي يسأل عن ضلال هؤلاء كأنه ابتعد عن العلم. ولذلك قال لهن، وكان اللقاء مع الطالبات لما سألنه عن هؤلاء المنحرفين، انتوا اتقوا الله وارجعوا إلى العلم، كان هذا الجواب على سؤالهن. وقال لما سئل عن ضلال هؤلاء أيضا، أنا أرى طلابنا وطالباتنا في الجامعات شغالين في الفضاء وحيخرج مش صفر ألف صفر. ولو قال قائل إن الشيخ الهواري قال لهم كطلاب مبتدئين، ولا يقصد منع الكلام أو السؤال عن أهل الضلال بدليل كلامه، داء علم جرح وتعديل ما حقكم، والعلم داء حتى في العلماء قليل. فالجواب نقول، أولا هذه الجلسة التي أقامها الدكتور الهواري مع الطالبات أقامها هو للجرح، فجرحنا فيها نحن، وقال عنا إن دعوتنا في الجامعات الأدب فيها قليل، ووصف دعوتنا فيها بالسفح والضلال، وقال إننا نريد فكرة الشيعة في الإمام المعصوم، وجرحنا بقوله لكن قد يكون الشباب هذول هم الذين اختلفوا منه، وهو قضية التجريح، إما أن تجرح وإما لا وإما أن تجرح، بل وجرح حتى العلماء الكبار الأئمة الذين زكاهم أهل العلم والأئمة، فجرح العلامة عبيد الجابري والشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. فلا ندري كيف يجرح للطالبات أهل السنة ولا يرضى أن يجرح لهن أهل الهوى والضلال، ولا حتى مجرد السؤال عنهم لا يرضاه ويعتبر ذلك مرضا وعدم علم وبلاء. ثانيا، كانت جلسته مع الطالبات نفسها فيها تعديل لمحمد حسان ومحمد حسين يعقوب، مع أن أهل العلم جرعوا هؤلاء كما بينا من قبله، ولكن السؤال كيف يقول الدكتور الهواري للطالبات داء علم جرح وتعديل ما حدكم، أي لا يتكلمون فيه ولا يتناقشونه أبدا، مع أن جلسته معهن كاملة كان يجرح فيها من شاء ويعدل فيها من شاء. ثالثا، الطالبات لم يجرحوا بأنفسهن كما هو واضح في هذا اللقاء، وإنما سألوه هو فامتنع عن الجواب وقال هذا الكلام الباطل الذي سمعته قبل قليل. والدليل على هذا قول الدكتور عليكم الله ما ضيع زمنك، أنا شخصيا إذا دارين تجيبوني تتعلمون المنزل لك ما ليجي عبد الحسن، ها؟ دارس تعلمون أشرح لكم كلمات أتجيكم قواعد أتجيكم قواعد أتجيكم كلام عن السلف ينفعكم تجيبوني، الكلام في الأشخاص أنا ما تاني ما دارس. ولو قال إنسان إن الدكتور الهواري امتنع لأنه رأى نفسه لم يصل إلى مستوى علماء الجرح والتعديل، فنقول له فكيف جاز للدكتور الهواري إذن أن يجرحنا
ويجرح قبلنا العلامة الجابري والعلامة النجمي، وكيف جاز له أن يعدل المجروحين ممن ذكروا. أما قوله أنتم مالكم ومال الناس، ثم قال أيضا إذا دارين تجيبوني تسألوني عن الناس ديل ما تجيبوني، وقوله أيضا الكلام في الأشخاص أنا تاني ما دايره. فالجواب عن ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الأشخاص لمصلحة الدين ولنصيحة الخلق، كما قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما سألته عن شخصين تقدما لخدمتها وهما من الصحابة رضي الله عن الجميع، أما معاوية فسعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، متفق عليه. وكذلك السلف الصالح كانوا يتكلمون في الناس حفاظا على الشريعة ويجرحون المجروحين. فعن أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان قال قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان قال أمر المتوكل بمسألة أحمد بن حنبل عما يتقلد القضاء، فسألته قال أبو مزاحم فسألته أن يخرج إلي جوابا، فوجه إلي بنسخة فكتبها، ثم عدت إلى عمي فأقر لي بصحة ما بعث به، وهذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. نسخة الرقعة التي عرضته على أحمد بن حنبل بعد أن سألته عما فيها فأجابني عن ذلك بما قد كتبته، وأمر ابنه عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره ما سألت أن يوقع فيها، سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن رباح فقال فيه إنه جهمي معروف بذلك، وإنه إن قلد القضاء من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. وسألته أيضا عن ابن الخلنجي فقال فيه أيضا مثل ما قال في أحمد ابن رباح، وذكر أنه جهمي معروف بذلك، وأنه كان من شرهم وأعظمهم ضررا على الناس. وسألته عن شعيب ابن سهل فقال فيه جهمي معروف بذلك، وسألته عن عبيد الله بن أحمد فقال فيه جهمي معروف بذلك، وسألته عن المعروف بأبي شعيب فقال فيه إنه جهمي معروف بذلك، وسألت عن محمد ابن منصور قاضي الأهواز فقال فيه إنه كان مع ابن أبي دؤاد وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه. وسألته عن ابن علي ابن الجعد فقال كان معروفا عند الناس بأنه جهمي مشهور بذلك، ثم بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك. وسألت عن الفتح بن سالم صاحب مظالم محمد بن عبد الله بن بغداد فقال جهمي معروف بذلك من أصحاب بشر المريسي، وليس ينبغي أن يقلد مثله شيئا من أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. وسألت عن ابن الثلجي فقال مبتدع صاحب هوى. وسألت عن إبراهيم بن عتاب فقال لا أعرف إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي، فينبغي أن يحذر ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين، وتأمل ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين. لماذا؟ لأنه كان من أصحاب بشر المريسي. والدكتور الهواري حينما سئل أسئلة كثيرة عن بعض الناس المجروحين قال مستنكرا هذا دين، وحاد عن الجواب وقال رأيي أن تجلس في التراب وتتأدب وتتعلم، وكأن ذلك كله ليس من الدين وليس من الأدب وليس من العلم. استمع إلى كلام الدكتور. فالشاهد أغلب الأسئلة ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، هذا دين؟ رأيي أن تتأدب وتتعلم وتجلس في التراب وتثني ركبتيك أمام أهل العلم وتتعلم العلم وتتأدب وتزكي نفسك وتنظر إلى خلاصها أمام الله. ثم قال الإمام أحمد في ختام كلامه رحمه الله وفي الجملة
إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين مع ما عليه، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين، مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع. وفي نفس المجال الدكتور الهواري يضيق مسألة الرد على المخالف بقيود لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة، كقيده بالثلاثين من العمر مع كثرة العلماء، لكن علماء الجرح والتعديل على وجه الخصوص جيدين. هذا معناه أن الجرح والتعديل يحتاج إلى نوع معين من العلم والمعرفة والصفات التي يجب أن تكون، وهذا يقينا لا يتوفر في طالب الاطلاق جزما جميع طلاب الجامعات وجميع طلاب الكليات الشرعيه الى هذه اللحظه. كل من عمره دون الثلاثين هذه ما توفرت فيه قولا واحدا ولا يحتاج الى ويقيده بالاربعين سنه ايضا، وهذه مشهوره جدا عنه وقد سمعها الناس هنا وهناك وهي مسجلة موجودة، لكنه قيده هنا أيضا بالثلاثين. أقول أولا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأين الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟ فإن أتيت أيها الدكتور بدليل الأربعين أقول ذلك افتراضا، فأين الدليل على الثلاثين؟ لا دليل على هذا ولا ذا. ثانيا، لقد رد شاب واسمه خوجلي إبراهيم على الشباب العاملين في الدعوة وجرعهم وكذب عليهم بما ليس فيهم، وهو في علمي لم يكمل الأربعين سنة، وكان الدكتور الهواري قد قرض له كتابه وأيده في رده مع بطلانه، فهذا تناقض. ويناقض تقريضه لهذا الشاب أيضا أنه قال إنه لا يريد الكلام في الناس، وكل هذه الرسالة التي كتبها الشاب يتكلم فيها عن أناس بل هم العاملون في حقل الدعوة أحسبهم كذلك ولا يزكى على الله أحد. ثالثا، كنت قد رددت على عبد الحي يوسف المبتدع الضال وبينت أباطيله، وقد قرض الدكتور الهواري لي هذا الكتاب وأنا لم ألحق بالأربعين سنة إلى الآن، فهل كنت كبيرا آنذاك وجاز لي وصغرت الآن وحرم علي أم ماذا؟ يقول الدكتور الهواري أما أن الشاب متى ما التزم صار يقرأ رسالة ورسالتين وثلاث ويدخل فيقرأ رد فلان على فلان وفلان قال عن فلان كذا، ثم يذهب ويسير في هذا الركب، هذا خطير للغاية. وهذا الكلام منه هذا ليس خطير بل هذا علم ودين، ولكن كلام الدكتور الهواري هذا من الشبهات الخطيرة جدا التي أجاب عنها العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في ضمن ربه على شبهتين خبيثتين. وأوصي الشباب ألا يسمعوا لشبهتين خبيثتين. الشبهة الأولى نقرأ في الكتب ومجالس أهل البدع ونأخذ الحق وندع الباطل، هذه لعبت كما يقال دورا كبيرا في رمي كثير من الشباب في إخراجهم من الصيف ورميهم في أحضان أهل الباطل والبدع. هو المسكين يقرأ في كتب البدع ولا يميز بين الحق والباطل، فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيضل. والشبهة الثانية لا تقرأ في كتب الردود، كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يعني معناه إن نقرأ كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي والآلي ونسمع الأشرطة ونسمع الإذاعات والإعلام والإشاعات ونخلي أنفسنا أجل استقبال لكل هذه الأشياء، لكن لا تمتد أبصارنا إلى كتب الردود. لماذا؟ يعني تفضحهم وتبين مخازيهم وتبصر الشباب بالحق، فيقول كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يدعونك إلى قراءة كتب البدع بشبهة أنك رأك بالحق وثق الباطل، فتذهب المسكين ضحية للباطل لأنك لا تميز بين الحق والباطل، فترى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا أمر اجتاح به ما لا يحصي عدده إلا الله مما كان ينتمي إلى المنهج السلمي. فهذه من مكايدهم
التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوة إلى الحق وعن التصدي للباطل. فكتب الردود مكتظة بالعلم، ولا تجدون العلم الحي النابض الذي يميز بين الحق والباطل إلا في كتب الردود. والقرآن والله يرد على أهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضلالة إلا وانتقدها وفندها وبين ضلال أهلها. والسنة كذلك، ومنهج السلف فارق مليء، كتب العقائد وكتب الجهل والتعليم مليئة بالنقد والردود على أهل الباطل، لأن الحق والباطل لا يتمايزان إلا بهذا النقد وبهذه الردود. فاقرأوا كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب السلفيين المعاصرين الذين يجاهدون إن شاء الله في سبيل الله ويناظرون عن دعوة الله ويصدون عن شباب الأمة الفتن ويبين لها طريق الإسلام الصحيح من الطرق الضالة ويكشفون عوار أئمة البدع والضلال. فاعرفوا ماذا يقصدون من محاربة كتب الردود. اطلبوا العلم وبالغوا في طلب العلم وشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم، ومما يساعدكم على إدراك العلم الصحيح كتب الردود، فإنها جزء مهم جدا من طلب العلم. والذي لا يعرف كتب الردود ولو حفظ من العلم ما حفظ فإنه بارك الله فيك في موقف متزلزل. وقد رأينا كثيرا، قد رأينا كثيرا ممن يعلم ثم يقع في الضلال. ولا تنسوا قصة عبد الرزاق، ولا تنسوا قصة البيهقي، ولا تنسوا قصة أبا ذر الهروي، وهم من كبار العلماء، وشبه واحدة تهوي به في أحضان تربيه في أحضان بلاد والعياذ بالله. عبد الرزاق يحدونها بالعلم، يعني ما زال يفسد حتى أوقاف التشيع. وأبو ذر ممكن سمعها ثناء من البيهقي على أحد أئمة الأشاعرة فوقع في الضلال، والبيهقي اغتر ببعض أئمة الضلال فوقع في الأشعرية وغيرهم وغيرهم. وأما في هذا العصر فلا يعد ولا يحصى ممن كان على السنة إما عالم وإذا طالب علم ثم انحرف بسبب الشبه والشبهات والأساليب والركائب التي يبذل العدا حتى صدوهم عن منهج الله الحق، بل جعلوا منهم جنودا لمحاربة المنهج السلفي. ويقول الدكتور الهواري: ثالثا، الردود ممن هو أهل لها لا تكون على أهل الحق، تكون على أهل الباطل. أما أهل الحق ولأنهم غير معصومين فما صدر منهم من زلل أو خطأ يتناصحون فيما بينهم، ولا تكون هناك ردود على المنابر وعلى وفي الساحات وفي الكتابات وفي القنوات. هذا تشهير وهذا هذا كشف لعورات الدعوة ولأهلها. فالردود لا تكون سلفيين على سلفيين. وهذا كلام خطير جدا لمن فقه المسألة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلت وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معها. فقام حمل ابن النابغة الهذلي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان. قال الراوي: من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. فهذا حمل ابن النابغة
من أهل الحق، بل هو خير من جميع السلفيين الموجودين الآن، لأنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس. فهل فعله صلى الله عليه وسلم يعتبر خطأ بناء على فقه الدكتور الهواري؟ لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب، وفقه الدكتور الهواري في هذه المسألة هو الخطير وهو الخطأ وهو الباطل. فعلينا أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورغم كلامه هذا يأتي الدكتور الهواري ويرد على العلامة ربيع بن هادي المدخلي ويصفه بأوصاف لا تليق كما سيأتي، وكذلك ينقص من قدر العلامة عبيد الجابري والعلامة النجمي، ويطعن في شيخنا الفاضل محمد مصطفى عبد القادر وتلامذته من العاملين في عقل الدعوة. وستسمع كل ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في هذا الرد. أفلا يكون كل ذلك تشهيرا وكشفا لعورات الدعوة، أم أن هؤلاء ليسوا سلفيين عند الدكتور الهواري؟ فإن قال لا، هؤلاء عندي سلفيين، فنقول له: إذن لماذا ترد عليهم وفقهك يا دكتور يقول كما قلت بنفسك؟ الردود لا تكون سلفيين على سلفيين. ثم ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الردود لا تكون سلفيين على سلفيين، ما هو الدليل عليها من الكتاب والسنة؟ وأضيف أيضا: هل كل هذه المحاضرات التي أقمتها يا دكتور فقه الاختلاف، يا دكتور اختلاف والاختلاف الأولى والثانية والثالثة وفقه الرد على المخالف ولقاءات الدخينات ولقاء جامسكا ولقاء الطالبات بالمزاد ولقاء الطلاب بالمزاد ولقاء الطلاب بالثورة الحارة الأولى ولقاء الطلاب مزيد الفتح الذي أفتى فيه طلاب جامعة السودان بأن لا يتعاونوا معنا كما قال ولو كنا نتكلم في الحق؟ أقول: هل كان كل هذا ردا على أهل بدع ومشركين أم كان ردا على سلفيين؟ يقول الدكتور الهواري: أهم أن تعرف الصلاة باطلة وصحيحة صحيحة، ولا أهم أن تعرف محمد حسين أمين محمد حسين يعقوب ابتدى ولا لم يبتدع؟ الله بيسألك عن الأمور ما بيسأل عن السنة. الإثنان مهمان، هذه المسألة وتلك. وكلام الدكتور يشعر بأن معرفة محمد حسين يعقوب مبتدع أو غير مبتدع ليس له أهمية أبدا، بدليل قوله: الله بيسألك عن الأولى الصلاة، يعني الصلاة، ما بيسألك عن الثانية. فإذا كان الأمر عند الدكتور كذلك، فلماذا يقيم اللقاءات والمحاضرات ليثبت فيها أن محمد حسين يعقوب ليس مبتدع؟ إذا كان هذا الكلام غير مهم، فلماذا يكرر تعديله للرجل ويوالي ويعادي من أجله؟ واستمع إلى هذه المجموعة من المحاضرات واللقاءات وهو يصر على تعديل محمد حسين يعقوب فيها. أما محمد حسين يعقوب فنعني قول واحد والثلاثين، وكل من طعن فيه ما طعن فيه بحق ولا يعرف الضجر، وهو يصر على نشر كلامه وشعاراته. فأنا كما يقول الشيخ محمد حسين يعقوب: والله إني لو أحبكم في الله. ويعتبر المحاضرة التي أقيمت فيه محاضرة اليعقوبات يعتبرها الدكتور الهواري سفها، مع أنها كانت بالأدلة. إيه انت عمت كل انتماس في الدعوة سنتين تنتقد محمد حسين يعقوب وتقيم فيه كلام محاضرات ودروس وجرح ونقد؟ على غير فهم ده والله سفه يا شيخ، علاش مع كامل الاحترام لكن انت سفه. وإذا حكمنا الدكتور الهواري بكلامه، فإنه لما أخرج أحد الشباب وهو خوذ الإبراهيم كتابا في الرد على الإخوة العاملين في الدعوة في الجامعات والأسواق والمساجد، وكان قد بهتهم وكذب عليهم وأتى بأباطيل في الشريعة مستدلا ببعض النصوص التي لم يفهمها الكاتب، كنا قد رددنا عليه وقلنا عن كلام هذا الكاتب الشاب إنه باطل وفارق. فقال الدكتور الهواري وهو يعلق على ردنا على الرسالة: فالإطلاقات أصلا دليل على جهل الإنسان جهل يطلق إطلاقات والله في غاية الظلم. أنا من الإطلاقات اللي شفتها في ولدنا ده خوجلي إبراهيم طلع رسالة كده نقول نزل فيها فتاوى 10 من المشايخ، واحد
من شبابنا ليل علق على قال ده ده كلام فارغ. خلينا كلام المشايخ ما في آيات؟ فيها آيات إذا عملناك بالإطلاق ده تستمر بر الدين. كلام رب العالمين داخل فينا يا سيدي تقول لي كلام فارغ كيف؟ ما دي الإطلاق اللي أنت تكفره. وبنفس فقه الدكتور الهواري المحاضرة التي أقمناها في ردنا على باطل المدعو محمد حسين يعقوب التي أقمناها كان فيها آيات وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تحكم على ذلك كله بالسفه وتقسم بالله أن ذلك سفه؟ فإذا عملناك يا دكتور بفقهك أنت ومنهجك أنت، هل ستخرج خارج الدين كما زعمت؟ ثم قال الدكتور الهواري أيضا الإطلاقات دليل على جهل الإنسان. فالإطلاقات أصلا دليل على جهل الإنسان، وهذا الذي وقع منه الآن هو نفسه وأسماه هو إطلاقا، فهل يحكم الدكتور على نفسه بالجهل أم هل يتوب ويرجع إلى الله تعالى هو الغفور الرحيم؟ ومن الإطلاقات الغريبة للدكتور الهواري قال وهكذا سنة الله، ما أحد نقد الحزبية إلا وقع فيها. نقدها النبي صلى الله عليه وسلم، نقد الحزبية ونقدها الصحابة ونقدها العلماء من السلف ومن علمائنا المعاصرين كالألباني والعثيمين وابن باز والفوزان والعباد والعلامة مقبل والعلامة ربيع وغيره، فهل هؤلاء جميعا الذين نقدوها وقعوا فيها؟ هذا بنفس منطق الدكتور الهواري. والجواب عن كلامنا عن رسالة هذا الشاب أنها باطلة وفارغة، ليس المقصود الآيات القرآنية أنها باطلة أو فارغة أو الأحاديث النبوية، وإنما المقصود فهمه هو وكلامه هو الفارغ الباطل. وعقلا نسأل الدكتور الهواري عن كتاب التجانية مثلا المسمى بجواهر المعاني وبلوغ الأماني للشيخ أحمد التجاني، هل هو حق أم باطل؟ الآن نسأل الدكتور الهواري هذا السؤال، هل كتاب التجانية حق أم باطل؟ فإن قال باطل وغالب ظننا أنه سيقول كذلك، قلنا فإن فيه آيات وحديث، فهل تقصد أنها باطلة؟ قال لا، إنما أعني استدلالهم الفاسد بها وكلامهم هم، قلنا هذا قولنا وعلى ذلك فقس. والآن نعود لشبهة الله بيسألك من الصلاة وبيسألك عن محمد حسين يعقوب مبتدئ ولا ما مبتدئ؟ نعم ستسأل عن الصلاة وستسأل عن الدين كاملا كما هو في حديث سؤال القبر، ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إلى آخر الحديث. وهل اجتناب البدع وأهلها من الدين؟ الجواب نعم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر في مفتتح كل خطبة من خطبه كما في رواية جابر عند مسلم. أما بعد، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكذلك اجتناب أصحاب البدع أيضا من الدين كما قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى هم أهل البدع، فأمرنا بالإعراض عنهم، ولن نعرض عنهم إلا بعد معرفتهم، ولن نعرفهم إلا باستبانة حالهم والسؤال عنهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هو من الدين، وستسأل عن الدين كاملا في قبرك، وهو من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وستسأل عن اتباعك له أيضا في قبره. وهنا فتوى العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سائل يقول ما رأيكم حفظكم الله في من يقول أنا أضمن لك أنك لن تسأل في قبرك عن تبديج فلان أو فلان، وإنما تسأل عن دينك ونبيك وربك؟ الحمد لله، هذا به سائل على الله يخشى على الله، فأنت صحيح نقول له صحيح أنك تسأل عن دينك عن ربك ودينك ونبيك، هذه ثلاثة سؤالات، ومن ضمن السؤال عن دين عن نبيك يدخل ويأتي هذا الجانب، فيوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قبلها قبلنا ما هو أخبرنا حتى يظهر في الجواب، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ
فدعاة البدعة دعاة ضلالة يحرفونك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسأل حينئذ فتقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذا الذي قال هذه المقالة ما أظنه نظر في كتاب الله وفي تفكيره نظرة استفادة أو أنه نظر، لكنه غلبه حب هواه أو حب الشهوة أو حب الرياسة أو الهوى للانتصار لفلان أو فلان، الله أعلم بصاحب هذه المقالة وبما في قلبه. الشاهد أنتم الآن سمعتم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا مسلمين. السؤال ماذا أجبتم المرسلين إن كان متبعا لهذا الذي قال آمنا رسول الله آمنا به وصدقناه واتبعنا، وإن كان غير ذلك قال ها ها سألت، ويوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءت وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأنا أخشى أن بعض هؤلاء الناس يغلب عليهم الهوى بالانتصار لفلان وعلان فيأتي بمثل هذه الطوامع التي تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان يحفظه عن ظهر القلب لكن تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل والتدبر فيه. فنحن نسأل الله العصمة من الزلل والسلامة من الخطر في القول والعمل، هذا قول باطل ولا ينبغي أن يلتفت إليه، وقائل يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى بنفسه ولا يتأنى على الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا. ويقول الدكتور الهواري لكن يجب أن نتفق على حاجة، أول شيء أن نقول هذا ليس من تخصص طلبة العلم المبتدئين، لا يجب عليهم وجوبا يبتعدوا عن هذا المجال، لا يعبو باب لا حسيناب لا حسانية لا كلام فاضل نهائي ما شغله. والرد على هذا الكلام أن طلاب العلم لا يبتعدوا عن هذا كما أفتى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه مسؤولية طالب العلم قال: ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا ألا يكتم شيئا مما علم، حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام، لا يتساهل ولا ينزوي، فهو بارز في الميدان دائما حسب طاقته، فإن ظهر خصوم الإسلام يشبهون ويطعنون برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك، لا يتساهل ولا يقول هذه لها غيري بل يقول أنا لها أنا لها، ولو كان هناك أئمة آخر لأنه يخشى أن تفوت المسألة، فهو بارز دائما لا ينزوي بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة أو من طريق التلفاز أو من أي طريق يمكنه. هذا كلام علمائنا الكبار الأفاضل وهذا منهجه. وفي رد العلامة ربيع بن هادي المدخلي على الدكتور إبراهيم الرحيلي لما أخطأ في مسائل وزل فيها، ولما اشترط في الرادين أن يكونوا علماء راسخين فقط واشترط شروطا نادرة كما هي شروط الدكتور الهواري، كان هذا رد العلامة ربيع حفظه الله تعالى قائلا: أقول يا حبذا أن يكون الرد من عالم راسخ صفاته كما ذكر، لكن استكمال هذه الصفات لا يجب في كل راد ولا يجب استكمالها في كل رد، ولو اشترطنا ذلك في كل راد وفي كل رد لاستشرى الفساد واستولى على الأمة بأجمعها إلا النادر من الناس. ثانيا يؤكد عدم صحة استكمال هذه الشروط أنك لا تجد في معظم بلاد الإسلام علماء سلفيين
السلفيين الراسخين، ويوجد فيها، هكذا يقول شيخ ربيع، ويوجد فيها طلاب علم، ومع ذلك فإنه قد نفع الله بهم في نشر التوحيد وبحث الشركيات والبدع والخرافات. وأنا أسأل الدكتور إبراهيم، إذا كان هناك بلد أو بلدان تنتشر فيها البدع والمنكرات ولا يوجد فيها عالم راسخ أو علماء راسخون، تتوفر فيهم تلك الشروط ويوجد فيها طلاب علم قد قرأوا الأصول الثلاثة وكشف الشبهات كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب وكتاب الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية وعمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وتنتشر في بلادهم أو بلدانهم بدعة تعطيل صفات الله وبدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدع الشرك بأهل القبور وغيرها من البدع، ويكثر فيها شرب الخمر وتهتك النساء، فهل يجب أن ينكروا هذه المنكرات في حدود علمهم أو يجب عليهم السكوت لأنهم ليسوا من العلماء الراسخين؟ أعتقد أن الدكتور إبراهيم سيجيب بأنه يجب على هؤلاء الطلاب أن ينكروها ويغيروها في حدود علمهم وطاقتهم امتثالا لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وأعتقد أن هؤلاء الطلاب الذين وصفتهم إن سكتوا عن تغيير المنكرات أنهم يدخلون في قول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. انتهت فتوى العلامة ربيع بن هادي المدخل. الدكتور الهواري والحزبية البغيضة حتى لو كانت على حساب التوحيد، يقول الدكتور الهواري وأنا أذكر كنت أتكلم مع واحد قلت له هذه المحاضرة بعد ما قال رئيس الجماعة لا تقوم، هي حتى لو كانت في تفصيل التوحيد بعد كده ما قلت جماعة صبية، لكن الجماعة عند رئيس الرئيس قال ما قلت حتى لو في التوحيد ما قلت. فإذا لم تكن هذه أبغض صور الحزبية فلا أظن أن هناك حزبية. هل قرار الرئيس مقدم على الكلام في التوحيد أو على إقامة محاضرة في التوحيد الخالص؟ ولاحظ أنه مجرد رئيس جماعة دعوية، وهل هذا أشبه منهج السلف الذي أساسه هو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك لا طاعة رئيس الحزب وإنما الأساس هو التوحيد كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أم هذا أشبه بدعوة أهل البدع من الحركيين وغيرهم؟ أترك الجواب للمستمع المكرم بعقله وأن يستمع إلى كلام الدكتور الهواري مرات ومرات، وهذا الكلام بصوته أمامك واضح، ومهما حاول أن ينكره وأنه لم يقله وأنه لم يقل هذا الكلام بنصه فهو واضح أمامك وموجود بين يديك. ثم أتى الدكتور الهواري بعد ذلك وقال في لقاء له وحاول أن يبرر كلامه ويكذب ما قاله بنفسه. جلست مع شباب الجامعات في مسجد المزار ودار بيني وبينهم حوار من صلاة العشاء من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، فبعض الشباب ما خرج من كل هذا الزمن إلا بجملة كذب فيها. أنا تعرضت لمحاضرة في أثناء كلامي سألوني عن محاضرة اسمها ليعقوباب، فأنا قلت نظرا للملابسات التي صاحبت هذه المحاضرة وأنها لا داعي لها وأنها أثارت فتنة، فالشيخ أبو زيد يقول اترك هذه المحاضرة وأنت تصر على إقامتها، هل انتهى الوقت؟ هل قامت الدنيا؟ هل هي أهم محاضرة؟ حتى ولو كانت في التوحيد مش تاني عندك زمان ممكن تحاضر مرة تانية؟ حرقوا هذه الجملة فقالوا الهواري يقول لو منعك التنظيم من الكلام في التوحيد تمتنع. والله عاد هذا كذب جديد نهائي ما له صله. اولا لم اذكر كلمه تنظيم،
بل تحاشيت أن أقول رئيسا صار السنة حتى لا يربط بالتنظيم، وإنما قلت الشيخ أبو زيد باعتباره عالما. ثم أترك هذا كله، لو أنت جيت وشاورت الشيخ قلت أنا عايز أقدم محاضرة في التوحيد في ظروف كذا وكذا، فقال لك والله هذه الظروف الآن ما مناسبة، أصبر يومين وثلاثة تعال قيوم المحاضرة، هل معنى هذا أنه قال لك لا تتكلم في التوحيد؟ يقول لم أذكر كلمة تنظيم، بل تحاشيت أن أقول رئيس أنصار السنة حتى لا يربط بالتنظيم، والآن هو قال الرئيس في هذا التسجيل. الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ما تقول حتى لو في التوحيد ما تقول. هنا يقول بل تحاشيت أن أقول رئيس، ويظهر هنا واضحا أنه قال الرئيس. إذن شباب الدعوة السلفية بالجامعات لم يكذبوا عليه كما ادعى، وإنما الدكتور الهواري هو الذي كذب عليهم واتهمهم بما ليس فيه. وأقول حتى لو قال الهواري الشيخ أبو زيد باعتباره عالما، لو قال محاضرة ولو كان في التوحيد توقف، فهل يستمع كلام العالم في ترك محاضرة في التوحيد؟ وهل هذه إلا العصبية لأقوال الرجال على حساب أهم شيء في المنهج هو التوحيد؟ وهل هذا يعتبر مخرجا للدكتور الهواري؟ وأما تبريره بما إذا كان الوقت غير مناسب أو ظرف كذا وكذا ويمكن أن تحاضر مرة ثانية، فهذا كله خطأ من وجوه. الأول أن الدكتور الهواري لما قال كلامه الذي أخذه عليه الطلاب السلفيون بالجامعات لم يكن فيه كل هذه التبريرات، واستمع إليه مرة ثانية. وأنا أذكر كنت أتكلم مع واحد قلت له هذه المحاضرة بعد ما قال رئيس الجماعة لا تقوم، هي حتى لو كانت في تفصيل التوحيد بعد كده ما تقوم جماعة صبية، لكن الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ما تقوم حتى لو في التوحيد ما تقوم. بل وجدت له تسجيلا آخر يؤكد كلامنا وكلام طلابنا السلفيين بالجامعات. لما جاءت محاضرة اليهودات أنا قلت هذه المحاضرة أقيمت باسم جماعة أنصار السنة، ورئيس جماعة أنصار السنة قال توقف هي توقف، ورجل تعقل هذا الكلام. الوجه الثاني أن الدكتور الهواري الذي يحاول أن يبرر الآن بأنه لم يقل ذلك وأنه قال تؤجل لوقت آخر، هو نفسه الذي سماها أي محاضرة العقوبات سفها. إيجي ويجيك أنت عمت كل انتماس في الدعوة سنتين تنتقد محمد حسين يعقوب وتقيم فيه كلام محاضرات ودروس وجرح ونقد، على رأيك أن إذا والله سفها يا شيخ علاش مع كامل احترام لك أن إذا سفها. فهل السفح يجوز عند الدكتور الهواري إقامته بعد حين وهو سفه عنده؟ وأيضا قال محاضرة العقوبات غيبة ولا تجوز، واستمع إليه الآن. يقول لك الشيخ قال أو فلان قال، دليلك شنو قال؟ دليلي الآتي: واحد، لأن هذه محاضرة قائمة على جرح شخص علنا وهو من أهل السنة فهي في الأصل غيبة، ومجالس الغيبة من الزور الذي نهى الله تعالى عن غشيانه والجلوس إليه. فكيف يأتي ويقول الآن مشتاني عندك زمان ممكن تحاضر مرة ثانية؟ كيف يقول غيبة ولا تجوز، وكيف يأتي الآن ويقول في معنى كلامه تؤجل؟ وهل الغيبة عندما تؤخر أو تؤجل تجوز عند الدكتور الهواري؟ وأما تبرر بأنها غيبة لأنها قائمة على جرح رجل من أهل السنة كما قال الدكتور، هذا كلام باطل، لأن محمد حسين يعقوب ليس من أهل السنة كما نقلنا تبديع العلماء له في محاضرة اليعقوبات. وحتى لو أدخله الدكتور الهواري في أهل السنة عنده، فإن الرد على من نشر خطأ ولو كان من أهل السنة دين وعبادة وسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس غيبة
محرمة كما نشر الدكتور الهواري. لما روى النووي عليه رحمة الله ذلك الإمام العلم في كتابه رياض الصالحين بابا وأسماه باب ما يباح من الغيبة، وقال: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا به. إلى أن أورد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء. وهؤلاء صحابة، فما بالك في الكلام في محمد حسين يعقوب إذا كان بحق ودليل. الدكتور الهواري والطعن في العلماء. سألته إحدى الأخوات عن العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى وعن العلامة النجمي رحمه الله تعالى، والسؤال كان عن النجمي والجابري باسميهما وهو مسجل عندي. فأجاب الدكتور الهواري بعدما تكلم كلاما طويلا عن موضوع آخر قال: ثم إذا الجابري وغير من الناس مع احترام اليوم فرصهم لا زالوا في قول من لا ينتقد من نفسهم. أول ما تركوا يعني مما طلعوا مما قاموا قاموا بالمنهج، والآن في شباب ما عندهم شغل إلا عبادة الجابر، خلوا من بعد منهج وخلوا الألبان ومنهج وخلوا ابن تيمية ومنهج وخلوا الفوزان ومنهج وخلوا الشيخ العقاد ومنهج وخلوا كبار العلماء يشتغلوا في عبادة الجابر. هذا ما كنا الهوى. هو يشترط في الردود أن يكون الراد عالما كبيرا، فهل الشيخ عبيد الجابري والشيخ النجمي علماء؟ إذا قال الدكتور الهواري نعم، إذن هم في طور من ينتقد كما اشترط هو بنفسه. وإذا قال لا ليسوا بعلماء، فإليك فتاوى العلماء في علمهم وفضلهم والرد على من طعن في هذين الإمامين العالمين الجليلين. العلامة ربيع بن هادي المدخلي. ورأيك في الشيخ عبيد الجابري وهل هو ليس بعالم وإنما هو طالب علم فقط؟ والله الذي يطعن فيه ويقول إنه جاهل هذا يتبع صديق الشياطين ويتبع الطرق الحزبية في الطعن في علماء المغرب السلفي. الشيخ عبيد من أفاضل العلماء السلفيين والمعروفين بالورع والزهد والقول بالحق، بارك الله فيكم. وما يطعن فيه رجل يريده الله تبارك وتعالى، وهذا الثاني رحمه الله. وهذا الثاني الذي قال عنه شيخ الهواري ثم عبيد الجابري وغيره من الناس، هذا الثاني الذي قال عنه غيره من الناس والعلامة النجمي كما هو موجود مسجل في سؤال الطالبة للدكتور الهواري. واستمع إلى ثناء العلماء الأكابر على العلامة النجمي، وآخذ على سبيل المثال للحصر جزءا من تقرير العلامة ربيع بن هادي المدخل على كتاب المورد العزب للعلامة النجمي. قال عنه الشيخ ربيع: فقد اطلعت على ما حبره شيخنا العلامة حامل راية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة جازان الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وتأمل في طعن الدكتور الهواري الواضح فيهم وتنقيصه من قدرهم عبيد الجابري وغير من الناس، يعني الشيخ العلامة النجمي كما وضح في سؤال الطالبة. يقول: مع احترامنا ليهم هم لا زالوا في طور من لا ينتقد. وهنا وقفة. إذا كان العلامة الجابري والعلامة النجمي طلاب علم صغار، فإن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قد أجاز لطلاب العلم أن يردوا وينتقدوا كما سمعت من فتواه من قبل. فهل معنى كلامك أيها الدكتور الهواري أنهما ليسوا بعلماء ولا بطلاب علم صغار؟ أم ماذا تعني بأنهم لا زالوا في طور من لا ينتقد؟ ثم إنني مزمل عوض فقيري كنت قد كتبت كتابا في الرد على القطبي المبتدئ عبد الحي يوسف وانتقدته فيه، فوافق الدكتور الهواري آنذاك على انتقادي له وقرر لي الكتاب، فهل أنا الذي لا أساوي شيئا أمام هذين الإمامين العظيمين، هل أنا عند الدكتور الهواري في طور العلماء الذين ينتقدون وهذان الجبلان في طور من لا ينتقد؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم قال الدكتور:
عن العالمين الجليلين أيضا، هم نفسهم أول ما سلكوا يعني مما طلعوا مما قاموا بالمنهج ده، هكذا يقول. أي منهج هذا الذي يعنيه الدكتور الهواري؟ فالذي نعلمه أن هذين الإمامين العلامة الجابري والعلامة النجمي عليه رحمة الله على المنهج الصحيح، منهج السلف، ومن سار على نهجه من الأئمة من علماء الأمة المعاصرين كالألباني رحمه الله وابن باز والعثيمين رحمهم الله والفوزان حفظه الله. لكن واضح جدا أن الدكتور لا يعتبر منهجهم على منهج هؤلاء ويفرق بين منهجهما ومنهج هؤلاء العلماء. والآن في شباب ما عندهم شغل إلا عبد الجابر، خلوا ابن باز ومنهج، وخلوا الألباني ومنهج، وخلوا ابن العثيمين ومنهج، وخلوا الفوزان ومنهج، وخلوا الشيخ العقاد ومنهج، وخلوا كبار العلماء شغل عبد الجابر، هذا من الهوى. وهنا أيضا وقفة، وهي أن الدكتور الهواري لا يرضى الكلام في محمد حسين يعقوب الذي طعن فيه العلماء وجرحوه وبدعوه، ويسمي ذلك غيبة وسفها كما سمعت، ويطعن في هؤلاء الأعلام. ويقول الدكتور الهواري أيضا الردود لا تكون سلفيين على سلفيين. إذا لماذا ترد على العلامة النجمي والجابري وهم سلفيون؟ وأيضا قد أقام محاضرات الائتلاف والاختلاف وكانت كلها ردود على سلفيين، وكذلك لقاءات في التحذير من الشباب السلفي، وبالمقابل أقام مؤتمرا ليجوز فيه التعامل مع أهل البدع. وأيضا زيادة على هذا كله يقول الهواري معليش عبد الحكم داير تسألوني أشرح لكم كلمات، أديكم فوائد، أديكم قواعد، أديكم كلام عن السلف ينفعكم، جيبوني بس الكلام في الأشخاص، أنا ثاني ما داري معليش عبد الحكم داري تسألوني أشرح لكم كلمات، أديكم فوائد، أديكم قواعد، أديكم كلام عن السلف ينفعكم، جيبوني الكلام في الأشخاص، أنا ما ثاني ما داري. يقول الدكتور بس الكلام في الأشخاص، أنا ثاني ما داري. فنقول له اعتبر أن هذين الإمامين ليسوا بعلماء ولا طلاب علم أصلا، فهل هم مجرد أشخاص عندك أم لا؟ والله إن كانوا عندك أشخاصا لما تكلمت فيهم، لأنك قلت يا دكتور الكلام في الأشخاص، أنا تاني ما داير. ومن العجيب جدا بعد أن نقص الدكتور الهواري من قدر هذين العالمين الجليلين الشيخ عبيد الجابري والشيخ النجمي، سئل في نفس اللقاء وفي نفس الجلسة مع الطالبات بعد دقائق، سئل عن الشيخ الجابري فقال طيب أنا أقول بمثل الموضوع لا أعرف لا أسأل من ناس ومن مثل الجابري أيضا من مرضى لا أعرف، لكن الذي يعرف أنه ليس في مقام الشيخ العقاد حتى يعرف. ونحن الآن لسنا بصدد المقارنة أو المفاضلة بين علمائنا، ولكن الغريب أنه نقص من قدر العلامة عبيد الجابري أولا، ثم لما سئل عنه بعد ذلك في نفس اللقاء والجلسة قال لا أعرفه، وهذا عجيب. ولا يفوتني أن أبين مسألة ذكرها الدكتور بقوله لا تسألوني أشرح لكم كلمات، أتريكم قواعد، أتريكم قواعد، أتريكم كلام عن السلف ينفعكم، جيبوني الكلام في الأشخاص، أنا ما تاني ما لا. يشعرك هذا الكلام من الدكتور أن السلف لا يتكلمون في الأشخاص، وأن الكلام في الأشخاص هو ضد الفوائد وضد القواعد ولا ينفع؟ ويمكنك أخي الكريم المستمع أن تعيد الاستماع إلى كلام الدكتور الهواري مرات ومرات، وإلا لو كان ينفع لماذا منع الدكتور نهائيا؟ ولو كان من الفوائد ومن القواعد الشرعية لماذا منعهم أن يسألوه عن الناس نهائيا؟ أما السلف فكانوا يتكلمون في الناس، لكن الذين يستحقون ذلك وسبب كلام الدكتور الهواري هذا أن الطالبات كن قد سألنه عن العريفي وعبد الحي ومحمد حسين يعقوب، وكل هؤلاء تكلم فيهم العلماء وجرحوهم علماء الداخل والخارج. طعن آخر ولكنه خفي ظاهر من الدكتور الهواري، خفي لأن الدكتور الهواري أخفى اسم من طعن فيه، ولكنه وصفه بأنه من الصغار وقال عنه وإن رغم أنفه. هذا كله لأن هذا المطعون فيه كان قد جرح محمد ابن محمد ابن مختار الشنقيطي، وليس هو الشنقيطي العالم المشهور صاحب التفسير المعروف، وإنما هو رجل مجروح. وعلى
العالم والعالم والقدم والقم والقدار والطائمين فيه. لكن من هو الذي وصفه الدكتور بأنه طعن في الشقيقي وبأنه من الصغار وقال عنه وإن رغم أنفه؟ هو العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي الذي زكاه العلماء كأمثال الشيخ العثيمين وأمثال الشيخ ابن باز وأمثال الشيخ الألباني وغيرهم كثير عليهم رحمة الله جميعا، وكلامهم مسجل وموجود. وقد طعن فيه الهواري في محاضرته التي بعنوان فقه الرد على المخالف، فقال عنه في لسان حدة حتى على إخوان من أهل السنة وفي أمور لا نرضاها، هكذا قال. وهذا هو جرح العلامة ربيع في محمد ابن محمد بن مختار الشنقيطي. والله أما الرجل أنا ما أقرأ هذا الشرح ولا أدري، ويقال لي أن هذا الرجل لا يميز بين أحد الطريقة والطريقة، وأنه يمشي مع الفلسفيين ويمشي مع الصوفية ولا علاقة له بأهل السنة، فلا أستطيع أن أزكي إنتاجه ولا أزكيه لأن ما قرأت إنتاجه، وأنتم في غنى لأن من يروج لهذه الأشرطة ولا الرجل السنة لا يروجون له، إنما يروجون لا لا يروجون الحزبيون، وهو عبارة هو ما يتباعد بالتحزب، ولكن لما ترى هؤلاء يستفون عليه ويحتفون بأشرطته ويعتبر إمام أمة المسلمين ودل على أن الرجل منهم، فهو جسر خطير لجر الشباب إلى التحزب وإلى الارتماء في أحضان الحزبية. وكتب السلف موجود يغنيكم والفقه السلف يغنيكم، وأن هذا سيجركم إلى أشياء أخرى. بارك الله فيكم. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. فصار بذلك الطعن ظاهرا والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سئل العلامة الفوزان عن علماء المدينة في كتابه الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة في السؤال رقم 101. السؤال: أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون بالسلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ أوضح لنا الحق في هذه المسألة. الجواب: علماء المدينة، وقال صاحب الحاشية حاشية الكتاب: المقصود بهم كل من الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وربيع بن هادي المدخلي، وعبيد الجابري، وعلي الفقيه، وصالح السحيمي، ومحمد بن هادي حفظهم الله، والذين كان لهم الفضل بعد الله في تبصير الكثيرين من طلبة العلم بحال فرقة الإخوان المسلمين والرد على قياداتهم هنا وهناك. وقد قرأ العلامة الفوزان كل الحواشي التي وضعت على كتابه ومنها هذه الحاشية، وأجازها كما كتب الدكتور العلامة فوزان في أول الكتاب. فأجاب علماء المدينة ومنهم شيخ ربيع: أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس، وما كذبوا على أحد، إنما يقولون الكلام بنصه موثقا بالصفحة والجزء والسطر. ارجعوا إلى ما نقلوه، فإن كانوا كاذبين بينوا لنا جزاكم الله خيرا، نحن ما نرضى بالكذب. راجعوا كتبهم، انقدوها، هاتوا لي نقلا واحدا كذبوا فيه وقصروا فيه، وأنا معكم على هذا. أما أن تقولوا للناس اسكتوا واتركوا الباطل ولا تردوا عليه ولا تبينوا، هذا غير صحيح. أقول: ولعل هذا الذي لم يرضي الحزبيين كالدكتور الهواري وغيره، فصاروا يطعنون في بعضهم كالشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري وغيرهم هنا وهناك. ثم يقول الدكتور فوزان العلامة حفظه الله في مواصلة كلامه: هذا كتمان للحق، الله جل وعلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونسكت ونترك الناس يهيمون، لا، هذا ما يجوز أبدا، يجب أن نبين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخف من سخف. انتهت الفتوى من الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى.
الدكتور الهواري ونصيحة الحكام علنا من أعلى المنابر. يقول الدكتور الهواري في خطبته التي كانت بمناسبة السيول والأمطار التي حصلت في بلادنا السودان، وهو ينصح حكومتنا من على المنبر: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المسلمون عباد الله، الوقفة الخامسة نذكر فيها من ولاه الله تعالى على هذه الأمة، نذكره بقدر المسؤولية عن هؤلاء الرعية، نذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، كما رواه مسلم في الصحيح. ومن المفيد هنا ايها المسلمون ان نقدم النصح لمصلحه الاراضي، ان تراعي في توزيع المحطات السكنيه قواعد السلامه اللازمه، فلا يمكن يجري التسليم من قبل المصلحه المختصه. وقال أيضا في خطبته التي كانت عن المظاهرات في السودان في الدقيقة السادسة والوقفة الأولى من خطبته: الوقفة الأولى تذكير ومناشدة لولاة الأمور والحكام، تذكير ومناشدة لولاة الأمور والحكام، فقد دلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال في ذلك لأئمة المسلمين على أن نصح الأئمة والحكام أمر مطلوب في الشريعة، على أن يترخى فيه الرفق والأدب مع ذوي السلطان. إلى أن قال: وعليه فإن ننشد ولاة الأمور والحكام بالرفق يشعر بهم وبإعادة النظر في أمور غلاء الأسعار. قال هذا بمناسبة المظاهرات التي كانت في السودان بسبب غلاء الأسعار، وهذا الكلام وإن كان ظاهره للجاهل أنه حق، إلا أنه في ميزان شرعنا باطل، فإن نصح الحاكم ولو بالحق لا يكون من المنابر، لأن هذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، وقال قبلها: فلا يبدي له علانية، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي له. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال: قيل: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. وفي رواية للبخاري: إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله قد كلمته ما دون أن أفتح بابا، أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلام ما يثير فتنة أو نحوها. فقال ابن حجر أيضا: قال المهلب: أراد من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة، لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره، وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله. فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح
فتح باب أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصح له في السر جهده. وقال ابن حجر وقال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول، فالنصح لا يكون إلا سرا كما رشد النبي صلى الله عليه وسلم وكما استمعت من أقوال سلفنا الصالح. وأما استدلال الدكتور الهواري بحديث الدين النصيحة لأئمة المسلمين فليس فيه طريقة النصيحة للحاكم، وإنما فيه أمر بنصح الحاكم، وحديث عياض بن غن فيه طريقة النصيحة، فالأول عام والثاني يخصصه كما هو معلوم، وقد بين علماؤنا ذلك، أي النصيحة لا تكون إلا سرا. قال العلامة الإمام العثيمين رحمه الله: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، يريد الإصرار بالنصح ونحوه، لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم، إلى أن قال: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداه. الدكتور الهواري وسيد قطب: سئل الدكتور عن قول سيد قطب في موسى عليه الصلاة والسلام فأجاب: نعم حبيبا، وعلي كلام الدكتور كان السيد قطب لا يستلم طريقة أهل العلم في تفسيره، ولذلك يقول عن موسى الفتى العصبي المندفع أو المندفع العصبي المزاج، يعني هذه التعبيرات عن الأنبياء تعبيرات سيئة وغير مقبولة على الإطلاق، لكن هل يقال أن هذا سب لنبي فيكفر به؟ أنا عندي أن الأمر لا يصل إلى هذا، لأن السب يكون واضح ويكون قائم على عداوة، هذا الأصل فيه، لكن تعبير يقول صاحبه أنه تعبير لا يفك، لكن في الحقيقة هو غير لا يفك، هو السوء في الإضاءة، نستطيع أن نقول هذا الخلل الكبير وهذا التجاوز الخطير في مقام الأنبياء، لكن لا نستطيع أن نقول هذا سب لنبي يكفر صاحبه، لأنه قد يقول بعدين مراعاة بيئة الناس ولغاتهم مهمة، فقد يقول هو توحيد مندفع ليست عيب عنده، وعصبي المزاج يقصد يغضب، لأنه لما رأى غضب في الآية فكر أنه ده نوع من التعصب من الله، هو في لهجته التي كتب بها لا يعتبر أن هذا طعنا وسوءا، وهذا يغفر له في مسألة التكفير، لكن يغفر له كأن هذا قول خطير وتجاوز سيء غير مقبول. رغم أن الدكتور الهواري يقول عن كلام سيد قطب في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أنه قول خطير وتجاوز سيء غير مقبول، وهذه تعبيرات سيئة وغير مقبولة وغير لائقة، إلا أنه ناقض نفسه بنفسه وأخذ يعتذر له بأن هذا لا يكفر به، ولم يكن السؤال عن التكفير أصلا، بل كان السؤال هل هذا سب للأنبياء كما هو مسجل موجود، فاعتذر الدكتور الهواري ودافع بأنه لا يعتبره سبا، لأن السب عنده كما قال لا بد أن يكون واضحا ويكون قائما على عداوة، وكما قال في خلاصة كلامه وقد يكون مندفع ليس عيبا عنده أي عند سيد قطب، هكذا يعتذر الدكتور الهواري. وعصبي المزاج يقصد يغضب، لأنه لما رآه غضب افتكر أنه نوع من التعصب، فهو بلهجته التي كتب
بها لا يعتبر هذا طعنا ولا سوءا إلى آخر ما قال الدكتور الهواري. أقول إن هذه العبارات التي قالها سيد قطب هي سب واضح جدا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهكا كلام سيد قطب من كتابه الذي سئل عنه الدكتور الهواري لتعلم هل هو سب أم لا. يقول سيد قطب في كتاب التصوير الفني في القرآن: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. ويقول أيضا عن موسى عليه الصلاة والسلام: وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين. ويقول أيضا عنه عليه الصلاة والسلام في آيات لم يفهمها سيد قطب: هو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين أيضا. ويقول أيضا بعدها عن موسى عليه الصلاة والسلام: إنه الفتى العصبي نفسه. ويقول أيضا عن كلام الله موسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بعد هذا كله قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: عودة العصبي في سرعة واندفاع. ويقول عن موسى عليه الصلاة والسلام في آيات لم يفهمها أيضا وليس المجال مجال تفسيرها الصحيح، يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام: هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. انتهى من كتابه التصوير الفني في القرآن. إذا لم يكن كل هذا سب ظاهر لنبي من أنبياء الله وكليم الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، فما هو السب أصلا في نظر الدكتور الهواري؟ أما القاعدة التي قعدها الدكتور وهي أن السب لا بد أن يكون قائما على عداوة، فإذا أخذنا بها فهل العداوة نعرفها من لسانه وكلامه وعباراته، أم لا بد أن ندخل إلى قلبه وننقب عن قلبه وما فيه؟ لا شك أن الأولى هي الجواب. فإذا كان كذلك فإن سيد قطب الذي يعتذر له الدكتور الهواري بذكاء وتلبيس، إذا لاحظت أخي المستمع الكريم، لم يصلي أو يسلم على موسى كنبي من الأنبياء أصلا في كتابه، ولم يقل عنه لفظة عليه الصلاة والسلام أبدا، بل يقول موسى 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 هكذا مجردا في كل مواضع ذكره له في كتابه، وبعد ذلك وفوق ذلك يصف بأنه عصبي المزاج وبتلك الأوصاف التي لو وصفنا بها الدكتور الهواري لأرعد وأزبد، فكيف تكون في حق نبي الله موسى ليس سبا؟ والدكتور الهواري يعتذر له ويقول بالحرف عن سيد قطب: فهو بلهجة التي كتب بها لا يعتبر أن هذا، أي لفظ عصب المزاج، طعنا وسورا. ويقول قبلها معتذرا له أيضا: بعدين مراعاة بيئة الناس هكذا يقول ولغاتهم مهمة، فقد يكون عنده هو كون مندفع ليس عيب عنده. سبحان الله، مندفع هذه عن موسى عليه الصلاة والسلام ليست عيبا؟ لا والله، هي عيب كبير، بل هي تكذيب للكتاب والسنة، لأن موسى عليه الصلاة والسلام صبور جدا وليس مندفعا كما قال سيد قطب الذي يعتذره الدكتور الهواري. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما رواه البخاري في الصحيح. وقال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فكيف يكون مندفعا؟ ثم من أين علم الدكتور الهواري أن سيد قطب يقصد أن لفظة عصبية المزاج ليست طعنا ولا سوءا؟ من أين علم هذا؟ من أين؟ أقول: يا ترى لو كان سيد قطب حيا هل كان يستطيع أن يعتذر مثل ما اعتذر له الدكتور الهواري رئيس المجلس العلمي لتنظيم الإصلاح؟ الدكتور الهواري وتقريره للكتاب، وهو تقرير الكتاب الذي كنت قد كتبته أنا ردا على المبتدع الضال عبد الحي يوسف بعنوان وقفات مع دكتور عبد الحي يوسف. وهذا الكتاب لما كنت أكتب فيه كنت أظن أن عبد الحي
يوسف هو الذي سيعترض ويغضب باعتبار أنه رد عليه، لكن إذا بمجموعة كبيرة جدا من تنظيم جماعة أنصار السنة المحمدية جناح الإصلاح يعترضون على هذا الكتاب اعتراضا كبيرا، لا أقول مجرد صغار منهم بل حتى كبار شيوخهم وإداريهم إلا من رحم الله يعترضون على مجرد الرد على عبد الحي يوسف، حتى إنني كنت أتساءل هل عبد الحي يوسف الذي يتبع سيد قطب صار من أنصار السنة جناح الإصلاح أم صاروا هم عبد الحي أم هناك مصالح أو هناك مصالح مشتركة أو تجارة يخشون كسادها أم ماذا؟ ويا ليته كان اعتراضا علميا مبنيا على الأدلة من الكتاب والسنة، أبدا، ويا ليته كان اعتراضا علميا مبنيا على الأدلة من الكتاب والسنة. وأنا أبدأ لك الآن باعتراضاتهم من أعلى تنظيمهم إلى أسفل. الشيخ أبو زيد محمد حمزة، بعد أن خرج كتابي الذي رددت فيها على عبد الحي يوسف وبينت باطله للناس بفضل الله جل وعلا، اتصل بي الشيخ أبو زيد ذات ليلة وقال لي يا ولدي، هكذا يقول من دون أي مقدمات، يا ولدي أنا ما تكلمت فيك وأنا ما قلت فيك حاجة، أنا بقدرك ما تسمع كلام الناس لو قالوا أنا تكلمت فيك. فشكرته على ذلك مع احتفاظي بتعجبي من كلامه الذي لا أدري ما هو سببه. وبعد ذلك بيومين تقريبا خرجت صحيفة المحرر، تلك الصحيفة التي يظهر فيها عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وقيادات الفكر السروري، خرجت بعدد 276 بتاريخ الاثنين 23 شوال 1433 للهجرة الموافق 10 سبتمبر 2012 للميلاد، وفي الصفحة الأخيرة وعليها صورة عبد الحي وهو يقبل رأس الشيخ أبي زيد. وقد أتى أصحاب صحيفة المحرر بهذه الصورة بعد صدور كتابي في الرد على عبد الحي يوسف مباشرة، وكتبوا على صورتهم الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف يزور فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة مهنئا بالعيد، وحقا هكذا كتبوا، وحقا لا يعرف أقدار الرجال إلا الرجال، ولا يحفظ فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، ليبارك الله جهودهم ويتقبل منهم. وكتبوا أيضا صورة وتعليق عبد الحي يوسف يقبل رأس الشيخ أبو زيد. اعتذرنا للشيخ أبو زيد آنذاك بأن عبد الحي والسرورية يريدون أن يذهبوا حر الكتاب عليهم ببرد قبلة عبد الحي يوسف، ففعلوا ذلك بالشيخ دون أن يعلم مخططاتهم. كنا نعتذر بهذه الاعتذارات إلى أن خرجت صحيفة المحرر ثانية، العدد رقم 281 بتاريخ الاثنين 28 ذو القعدة 1433 للهجرة الموافق 15 أكتوبر 2012 للميلاد، وفي الصفحة السابعة، وفيها حوار كبير في صفحة كاملة مع الشيخ أبي زيد وهو الجزء الأول من الحوار كما كتبوا، وفي نهايته إعلان للجزء الثاني من الحوار مع الشيخ أبي زيد، وكتبوا نقاط الجزء الثاني. وفي النقطة الثانية من الكلام المنسوب للشيخ أبي زيد يقول: مزمل فقيري ليس من علماء الجماعة، وأنكرت عليه مهاجمة الشيخ عبد الحي يوسف، فقلت لو كان كلام الصحيفة خطأ أو كذبا لكذبها الشيخ أبو زيد ببيان أو غيره، أو كذب ذلك تنظيمه على الأقل. ولما لم يحدث ولمزيد من التثبت تابعت العدد الذي بعده من المحرر بتاريخ الاثنين 6 ذو الحجة 1433 موافق 22 أكتوبر 2012 للميلاد، العدد رقم 282، وفي الصفحة السابعة هو الجزء الثاني من الحوار المشار إليه، قال الشيخ أبو زيد نفسه بالحرف: أنا لا أقبل الإساءة للمشايخ والدعاة، والولد مزمن الفقير ده، هكذا يكتب، أنا ما قبلت كلامه في شيخ عبد الحي يوسف. ثم قال هكذا مكتوب، قال لولده والقائد هو الشيخ أبو زيد، قال لولدي عبد الملك: جيب ورقات الولد ده الكتف في شيخ عبد الحي يوسف. ثم أردف: قلت لمزمل كلامك عن شيخ عبد الحي يوسف يكذبه الواقع. ثم حكى الشيخ أبو زيد قصصا طويلة إلى أن قال: نحن ما دايرين معارك بين الدعاة، هجوم وهجوم مضاد،
ونحن نريد أن نتوحد. ثم قال أيضا بعدين الشيخ عبد الحي ده فتاويه في كل مكان، الشيخ ده بقى مفتي السودان أي والله. وقال وشيخ محمد عبد الكريم عنده تلاوة جميلة وأنا بحب أسمع تلاوته دائما. فألقت على بعض النقاط قائلا أولا قوله إحنا ما دارين معارف بين الدعاة، هل عبد الحي من الدعاة؟ دعاة ماذا؟ ومن دعاة وأئمة أهل البدع والضلال، الخروج على الحكام والثورات إلى غير ذلك. ثم نتوحد مع من؟ مع السرورية وهم أهل بدع أمثال عبد الحي يوسف وغيره، هذا خلاف الكتاب والسنة وهدي السلف. أما كلامه شيخ عبد الحي فتاويه في كل مكان، الشيخ دبيقة مفتي السودان أي والله كما قال، هذا نفس كلام الدكتور عبد الكريم ناوي الشيخ أبو زيد الذي قاله لنا للأسف الشديد. وبعد كل هذا ينفي الدكتور الهواري ويقول الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتابه كما تسمع الآن. الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتابه، والكتاب ده ابن موسى رمى القرآن لكن السودان مسمى ما تقول له. سقت للدكتور الهواري اعتراض رئيس تنظيم الإصلاح، والآن أسوق له اعتراض نائب الرئيس مباشرة وهو الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم المشهور بالشريف. معليش أنا بقى بس أعتقد أبدا بيكون مش مرحبين بصراحة إدامة مرحبين وإيس أي تبعات بيتيجي بيتحملها انت وبيتحملوها المسائل وبيتحملها من المعارضة. بيقول يا اخي انت ما الطريق الصحيح كان يردوا على رئيس هيئة المعارضة. والعجيب اننا لم نجد انكارا حتى ولو من واحد فقط من هذا التنظيم لكلام الدكتور عبد الكريم نائب الرئيس الذي مثلهم وشملهم جميعا بهذا الكلام. ونحن ننتظر. وبعد هذا كله يقول الدكتور الهواري الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتابه، يعني كتابنا في الرد عليه. ويقول الدكتور عبد الكريم لي أيضا أنا دخلت مسجد الفتح فوجدت كتاب وقفات مع عبد الحي يوسف موجود في المسجد، فقلت لدكتور محمد الأمين إسماعيل وهو إمام المسجد من الذي أتى بهذا الكتاب هنا؟ فقال لي بلهجته وجابوه هنا كمان بالله. وكذلك اعتراض أمين تنظيم الإصلاح هو الدكتور عصام الدين أحمد بابكر على الكتاب، اعترض اعتراضا شديدا وحاورت حوارا شديدا في مسجد الفتح لمنطقة الصحافة، فتعجبت جدا من اعتراضه هذا إلى أن امتلكت رسالته التي نال بها الدكتوراه فوجدتها بكاملها من أولها إلى آخرها في مدح منظمة المنتدى الإسلامي ومجلة البيان وانكشف القناع. وبعد هذا كله يقول الدكتور الهواري الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتابه. وأغض الطرف عن شباب تنظيم الإصلاح الذين يمدحون السرورية كما هو موجود وموثق عندنا، ويمدحون الإخوان المسلمين ويقولون هم من أهل السنة وليسوا من الفرق الهالكة، ويقولون العلماء أثنوا على سيد قطب وبعض شبابهم يثني على بن لادن، وهم يسخرون منا ويسوءون إلينا لأننا نرد دائما على عبد الحي يوسف وعلى السرورية إخوان المسلمين وغيرهم. وأغض الطرف عن تفصيل ذلك وعرضه وانتقل إلى الدكتور الهواري. صار يتملص هو بنفسه من الكتاب ومن تغريضه له بعبارات ظنها الدكتور أنها ترضي تنظيمه، لا سيما بعدما قال لنا الدكتور عبد الكريم إن عبد الحي يوسف قال له أنا ما همني كل الذين قرضوا هذا الكتاب ديه المكتوبين في غلاف الكتاب ديه إلا الهواري ليه يقرض الكتاب. هكذا نقل الدكتور عبد الكريم عن عبد الحي يوسف وما أدري ما العلاقة بينهما وكلامه مسجل. فصار بعد ذلك يتملص الدكتور الهواري تملصا واضحا كما تلاحظ. الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتاب، والكتاب ابن موسى رمى القرآن لكن السودان مسمى ما تقول له. وقوله أيضا طيب التقرير طبعا أنا في كتاب طبعا قدرت عليه تغريبات اللي هو كتاب وقفات مع دكتور أبو الحيوس اللي ولدنا من زمن ده إحنا قربناه حقيقة وأنا بريته عدة مرات
عندي فيه اشياء كثيره والله ما تكفر ما قد ما اقدر اطلع لنا الا يوفرهم يعني. لكن حقيقه لما طلعناه او لما كتبنا كنا اردنا ان ننمي انا شخصيا مدرسي ننمي اتجاه وهو انه طالب العلم او الطالب المبتدئ يجمع ويعرف فما صوبه المشايخ نشره بل حتى انا كنت عايز النشر ذاته يرجع لنا فيه الاخر وهو يعني فقط اكتسب التغريدات بعدين نشر لكن بعد من رجع ما رجع دي قد تكون مثل ازاله لكن المهم في الامر كون الطالب يكتب كلام ويعرض على مشايخه ويقروه ويصححوه ويكتبوا عليه عن مثل انا عندي ما في اشكال. عجيب والله كيف يقول الدكتور الهواري في هذا الكتاب ويلمزه ويقول الكتاب ده عنده قصة أنا ما حذكرها الآن لكن إذا احتجنا لبنطلع ويأتي ويقول عن الكتاب الذي قرره بنفسه وعندي فيه أشياء كثيرة والله ماسك أسرار قد ما أقدر أطلعها كما قال بلهجته قد ما أقدر أطلع للناس إلا إذا اضطررنا يعني وهو الذي قرره واعترف الآن أنه قراه عدة مرات كما سمعت الآن أخي المستمع الكريم واعترف الآن أيضا في آخر كلامه أن المشايخ قرأوه وصححوه وكتبوا لي عليه بل قال بفمه أنا المسلك ده أنا ما عندي فيه إشكال. عجيب أمر هذا الدكتور. ثم حصل الدكتور الهواري قصده من التقريض والتعليق الذي علقه بنفسه وهو يتراجع شيئا فشيئا حصره في أنه ما أراد إلا أن ينمي اتجاه الطالب المبتدئ كما قال في الكتابة والعرض. الدكتور قصد من تقريضه أن ينمي فقط أما أنا والله ما قصدت من تأليفي للكتاب أن أنمي قدراتي إنما قصدت أن أرد على المبتدئ عبد الحي يوسف وقصدت أن أبين باطله وبدعته للناس ليحذروه وقصدي من هذا أنه دين وقربة إلى الله تعالى وجهاد في سبيل الله تعالى. ثم لا يفوتنا أن أبين كذبة كذبها الدكتور الهواري فقال بل حتى أنا كنت عاوز النشر ذاته يرجع لنا فيه الأخ هذا فهو يعني فقد اكتفى بالتقريضات بعد النشر إلى آخر كلامه وأنا حريص على نقل كلامه بحرفه ونصه. هذا الكلام من الدكتور الهواري كذب فإن الدكتور الهواري الذي يقول هذا الكلام هو نفسه الذي اتصل بي قبل أن يخرج الكتاب من المطبعة وقبل أن ينشر وقال لي أحضر لي 200 نسخة تقريبا لدورته دورة الهواويف وبالفعل بعد ما خرج من المطبعة أحضرت له ما طلب وأعطيتها له بنفسي في بيته في منطقة الحتانة وأخذها ووزعها بنفسه وبيده على الطلاب هناك وقد شاهده كل الطلاب واستلموها من يده وهم يشهدون على ذلك فهو أول من نشر هذا الكتاب. فما هو الجديد عندك يا دكتور لتقول هذا الكلام وتتراجع وتلمز الكتاب شيئا فشيئا وتأتي وتقول الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتاب الدكتور الهواري وجهله بمسائل منهجية واضحة اشتراط الإجماع في التبديع وإخراج الشخص من السلفية بل هذه مسألة كبيرة تحتاج إلى اجتماع كلمة العلماء في إخراج الشخص من السلفية. هل إذا أردنا أن نخرج شخصا من السلفية ونبدعه نحتاج إلى أن يجمع العلماء على تبديعه؟ إذن فالمبتدعة قليل جدا أو لا يوجد مبتدعة ومجروحون أصلا فالعلماء قبلوا كلام العالم الجارح ولو كان واحدا بل حتى لو عارضه غيره من العلماء بتعديل اشترطوا حين تعارض الجارح والمعدل أن يكون الجرح مفسرا فإذا كان مفسرا يقدم كلام الجارح حتى على المعدل. قال الألباني رحمه الله في معرض رده على من قوى روايته عطية العوفي لحديثي اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك الحديث ووثق عطية العوفي فرد الألباني قائلا وعلى فرض أنه ثقة كما زعم فلان فهو معارض بتضعيف أحمد وغيره من الأئمة الذين تقدمت أسماؤهم كما أنه يعارض الحقيقة التالية التي خالفها فلان وهي الحقيقة الأولى
أنه من الثابت في علم الحديث أن الجرح وبخاصة إذا كان مفسرا، هكذا يقول الشيخ الألباني، أن الجرح وبخاصة إذا كان مفسرا مقدم على التعديل. وجرح عطية هنا مفسر بشيئين، الأول سوء الحفظ والآخر التدليس. فقال الألباني أيضا في قول الإمام الدارقطني وغيره عن حديث إياكم وخضراء الدمن تفرد به الواقدي وهو ضعيف. قال الإمام الألباني رحمه الله: بل هو متروك، فقد كذبه الإمام أحمد والنسائي وابن المديني وغيرهم. ولا تغتر بتوثيق بعض المتعصبين له ممن قدم لبعض كتبه وغيره من الحنفية، فإنه على خلاف القاعدة المعروفة عند المحدثين، الجرح المبين مقدم على التعديل. ثم كلام الدكتور الهواري باشتراط إجماع العلماء في تبديع فلان، هذا ناقضه هو بنفسه. بإخواننا الذين معنا في الدعوة السلفية وخالفونا في أشياء نشجعهم وندعوهم أن يتمايزوا عن السفهاء الذين يكتبون بالكذب. نسأل فلان وعددنا نكرات مجهولين أعداء السلفية أدعياء السلفية مفسدين ضالين لا أشك في ذلك. يا ترى هل انتظر الدكتور الهواري إجماع العلماء في إخراج هؤلاء الشباب من السلفية والحكم عليهم بالضلال وغيره أم ماذا؟ واشتراط الدكتور الهواري الإجماع في تبديع الشخص باطل، لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة، وبناء على شرط الدكتور يقال يجب إعادة النظر في كل من بدعه السلف وجرحوه وسجلوا أسماءه في كتب الجرح والتعديل وكتب الجرح الخاص وكتب العقائد. فمن وجدناه قد نسب إلى بدعة لم يقم عليها إجماع رفضنا هذا التبديع الذي لم تتوفر فيه شروط التبديع، ومنها الإجماع الذي يشترطه الدكتور الهواري في قبول التبديع، وقد شابه في ذلك الحلبي الذي جرحه العلماء. وكذلك إذا بدع علماء السنة في هذا العصر شخصا ولم يجمع على تبديعه فإن هذا التبديع يسقط تلقائيا بناء على فكر الدكتور الهواري، وبذلك يدخل غالبية العظمى من أهل البدع والضلال ضمن أهل السنة والجماعة. ولكن لعل هذا من تأثر الهواري بشيخه السحيباني الذي يقول إن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، وإليك نص البيان الباطل. الله المستعان. عنوان الفتوى في الموقع: الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، المجيب جمع من العلماء، هكذا كتب. السؤال: ما حكم التعامل مع المخالف لعقيدة السلف الصالح كالأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم والتعاون معهم على البر والتقوى والأمور العامة؟ وهل يحرم العمل معهم سواء كانت الإدارة لنا وهم يعملون تحتنا أو العمل تحت إشرافهم؟ وهل هم من الفرق الضالة الاثنتين والسبعين؟ وهل التعامل معهم يعد من باب تولي غير المؤمنين؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجوابا على ذلك نقول: الأشاعرة والماتريدية قد خالفوا الصواب حينما أولوا بعض صفات الله سبحانه، لكنهم من أهل السنة والجماعة، هكذا يقول السحيباني وغيره، لكنهم من أهل السنة والجماعة وليسوا من الفرق الضالة الاثنتين والسبعين، إلا من غلا منهم في التعطيل وافق الجهمية فحكمه حكم الجهمية. أما سائر الأشاعرة والماتريدية فليسوا كذلك، وهم معذورون في اجتهادهم وإن أخطأوا الحق، ويجوز التعامل والتعاون معهم على البر والإحسان والتقوى إلى آخر الفتوى. وتوقيع الدكتور محمد بن ناصر السحيباني وهو شيخ الهواري كما ستعلم بعد قليل، توقيع موجود على الفتوى في أسفله ومعه بعض من وقع. وتنقسم هذه الفتوى إذا نظرنا إليها نظرة فاحصة إلى هذا الحد إلى قسمين: الأول أن الأشاعر والماتريدية من أهل السنة وأنهم معذورون فيما خالوا فيه الحق، وهذا الكلام باطل لا يحتاج إلى كثير كلام، لأن الأشاعرة والماتريدية من أهل البدع وليسوا من أهل السنة أبدا، كما هو مقرر في كتب الفرق والعقائد وكتب المناهج التي كتبها سلفنا الصالح وعلماؤنا المعاصرون، وهذا معلوم مشهور لا يحتاج إلى كثير كلام. والقسم الثاني من الفتوى أنه يجوز التعاون معهم
وقد علمت أنهم أهل بدعة. وهنا أيضا في هذه المسألة الثانية يشابه الدكتور الهواري شيخه السحيباني، لأن الدكتور الهواري أيد مؤتمرا كان قد أقامته جماعة أنصار السنة المحمدية تنظيم الإصلاح، وتعاون فيه مع الإخوان المسلمين والتكفيريين والسرورية، وقد دافع الدكتور الهواري عنه دفاعا مستميتا، حتى أنه أقام مؤتمرا في قاعة تسمى بقاعة مامون بحيل تقريبا ليؤصل جواز هذه المسألة التعاون مع أهل البدع. فهو يشابه، أي الدكتور الهواري يشابه شيخه وصاحبه السحيباني. قد قال السلف الصاحب ساحب، ولعل السحيباني قد سحبه. وربما تفرد لهذه المسألة شريطا كاملا موسعا مدعما بالأدلة من الكتاب والسنة ونقول السلف الصالح وأقوال علماء الملة الرد على شبهات الدكتور الهواري التي أثارها في ذلك المؤتمر الذي كان في قاعة مامون بحيري. ولكن إليك بعض النقولات من فتاوى علمائنا أكابر في عدم جواز التعاون مع أهل البدع في الدين مطلقا. وقد سئل الشيخ العلامة الفوزان، أحسن الله إليكم، يقول السائل: سمعت في إحدى القنوات الإسلامية من أحد المفكرين أنه يقول من الحكمة التعاون مع الجماعات الإسلامية ضد العلمانية وغيرهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا هو صحيح، ما نتعاون مع أهل الباطل، ما نتعاون مع الفرق الضالة أبدا، إنما نتعاون مع إخواننا المستقيمين على طاعة الله وعلى المنهج السليم، تعاون معهم. أما المنحرفون والضالون المخالفون لأهل السنة والجماعة فلا نتعاون معهم، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان، تبرير لما هم عليه. نعم. وبعدين ما ينفعون، اللي يقولون اللي ما هو على دينك ما يعينك، هذا مثل عام وهو صحيح، اللي ما هو على دينك ما يعينك. نعم. وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى يتكلم في شرحه لكتاب لمعة الاعتقاد في شرح قول المؤلف: من السنة هجران أهل البدع وباينتهم. يقول الشيخ العلامة صالح آل الشيخ: وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدع في مجالسهم ولا مخالطة، بل هجرانهم بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم. فالدخول مع المبتدع ومساكنتهم سواء كانت البدع صغيرة أو كبيرة، السكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدائهم من حال أهل الضلال، إذ أهل السنة تميزوا بأنه لهم المواقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع، فيحذرون أهل البدع، لأن هجر المبتدع من أصول الإسلام بل من أصول أهل السنة، لأن جنس البدع أعظم من الكبائر، فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات نذكر بعضا منها وذكرها حفظه الله تعالى. والغريب أن أبا الحسن الأشعري الذي كان شيخا للأشاعرة كما سموا ترك عقيدته الأشعرية الباطلة وتاب منها وبين بطلانها ودخل في أهل السنة، فكيف يقال إن الأشاعرة من أهل السنة؟ والأغرب أن أبا الحسن عليه رحمة الله كان مما بين لما ترك مذهبه الباطل، قال في آخر بيانه: ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء. ونجد الدكتور الهواري وشيخه الدكتور السحيباني اتفقا معا على جواز التعاون مع أهل البدع في الدين والدعوة. فإن قال قائل: من أين علمتم أن دكتور محمد بن ناصر السحيباني وشيخ الدكتور الهواري؟ قلنا: من موقعي جماعة أنصار السنة المحمدية تنظيم الإصلاح على الإنترنت، فيه مقال بعنوان ترجمة فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري، هكذا كتب، وكتب بجانبه الكاتب والدكتور حسن بن أحمد الهواري نفسه يكتب عن نفسه هذا ويقول: وكان مشايخه على قسمين، هكذا يقول عن نفسه مشايخ الجامعة، وذكر ثاني واحد منهم الشيخ الدكتور محمد بن ناصر السحيباني، وكتب بجانب اسمه والذي أشرف عليه في رسالة الدكتوراه. وأتى الدكتور الهواري بتزكية السحيباني له في نهاية الترجمة قائلا: وأحسب
أي هذا كلام الدكتور السحيباني عن الدكتور الهواري، وأتى به الهواري، وأحسب الكاتب قد وفق إلى حد بعيد في تحقيق البحث وتحرير الحكم لكثير من المسائل التي تعرض لها، وأحسبه أهلا لذلك، أعني الأخ الدكتور حسن بن أحمد بن حسن الفقيه، هو الهواري، فهو حافظ لكتاب الله، تصدر زملائه وبز أقرانه، هكذا مكتوب في سنوات الطلب في كلية الشريعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفي مرحلتي الماجستير والدكتوراه، فكان الأول في سنوات الدراسة ومرحلة الدراسات العليا. انتهت التزكية. ثانيا، أنه يقرر أن السلفي لا يخرج من السلفية ويصير مبتدعا بمخالفة واحدة. سبق تقرير مسائل مهمة، منها لا يخرج السلفي من السلفية بمخالفة كما يفعله المتعجلون، وزعم أن هذا هو كلام المتعجلين كما استمعت الآن، وهذا الكلام الذي ذكره الدكتور الهواري مخالف لأصول ومنهج أهل السنة والجماعة، لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام بالكلية ويكفر بالله بمخالفة واحدة ليس من المنهج فحسب. مثلا إذا سب الدين فإنه يخرج بهذه المخالفة الكفرية الواحدة. وقد رد الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على الدكتور إبراهيم الرحيلي لما أتى بمثل باطل الدكتور الهواري في هذه المسألة، فقال العلامة ربيع في معرض كلامه: وهذا تعريف وتقرير عجيب مخالف لأصول ومنهج أهل السنة والجماعة وأحكامه، فالخوارج الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم فقاتلهم الصحابة وقتلوا كثيرا منهم، ما كان عندهم إلا التكفير بالحاكمية وبالكبائر من الذنوب، إلى أن قال: والسلف لا يشترطون للتبديع اجتماع الصفات التي سردها الدكتور إبراهيم، فهم يبدعون بل يكفرون بمفردة واحدة من مفردات العقائد، إلى أن قال حفظه الله: ولما قال المعتزلة في مرتكبي الكبائر بأنهم في منزلة بين المنزلتين لا كفار ولا مؤمنون، بدعهم العلماء وسموهم المعتزلة. ولما قال من قال من أهل السنة القرآن كلام الله لكن الذي به مخلوق، بدعهم أهل السنة. ولما ضل المرجئة في تعريف الإيمان فقالوا إن العمل ليس من الإيمان وإنه لا يزيد ولا ينقص، بدعهم أهل السنة. ولما قال بعضهم في تعريف الإيمان الإيمان المعرفة بالقلب، كفروهم ووصفوهم بأنهم غلاة الجهمية. أقول هكذا يقول العلامة ربيع حفظه الله: لقد بدع السلف عددا من العلماء كانوا من كبار أهل السنة بسبب قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، مع موافقتهم لأهل السنة بأن القرآن كلام الله، ومخالفتهم لأهل البدع بأن القرآن مخلوق. انتهى كلامه حفظه الله. فالإنسان قد يخرج من السلفية مخالفة واحدة إذا كانت تستحق، كما هو منهج السلف الصالح، لا كما قال الدكتور الهواري. ثم لاحظ أن الهواري لم يفصل وأجمل، فلو قال مثلا هناك بعض المسائل لا يبدع صاحبها لقلنا صدق، لكن يقول لا يخرج السلف بمخالفة كما يفعله المتعجلون، هذا من أبطل الباطل. والخطير أيضا أنه بين أن هذا هو فعل المتعجلين، وقد علمت أخي المستمع الكريم أن هذا فعل السلف، وقول السلف قاطبة، فهل هم متعجلون؟ وقد مر معنا في هذا التسجيل أن الدكتور الهواري بصوته يقول: الإطلاقات دليل على جهل الإنسان. فإذا افترضنا أن الدكتور الهواري لم يقصد لكنه أطلق كما سمعت وكما رأيت، فهل يحكم على نفسه الدكتور بالجهل؟ ثالثا، يقول الدكتور الهواري: فالذي يقول لك فلان هذا موحد لكن منهجه ما صحيح، هذا متناقض. وما دام موحد منهجه صحيح، يبقى بعد ذلك ما ان يكون عنده زلل في مكان، او يكون يجهل مساله معينه، او يكون عندك كلام معاه في الاسلوب بتاعه، قد يكون هو صح او انت صح، فهذا ما يسمى خطا منهجي، لا يسمى هذا خلل منهجي. وفي الرد على هذا الكلام نترك الكلام للأكابر من علمائنا الأفاضل. يقول العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله في معرض رده على الدكتور إبراهيم الرحيلي: فالخوارج الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم فقاتلهم الصحابة وقتلوا كثيرا منهم، ما كان عندهم إلا التكفير بالحاكمية وبالكبائر من الذنوب، فليس عندهم شرك لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا تعطيل الصفات. هذا في كتاب بيان ما في نصيحة الرحيلي من الخلل
سبب الإخلال، فالخوارج لم يكونوا لهم شرك آنذاك، فهل من هذه الدكتور الهواري نقول منهج الخوارج صحيح لأنهم ليس لهم شرك آنذاك، أم نقول منهجهم صحيح لكن عندهم زلل في مكان، أو نقول منهجهم صحيح لكنهم يجهلون مسألة معينة، أو نقول الخوارج منهجهم صحيح لكن نختلف معهم في الأسلوب؟ لا شك ولا ريب أن هذا الكلام الذي يؤصله الدكتور الهواري في غاية من البطلان والسوء. وأخيرا الدكتور الهواري والكذب الصريح، قال وهو يتكلم عني والأستاذ أبي بكر بأسمائنا، يقول إننا نؤصل لمسائل مشكلة، ويقول من هذه التفصيلات تأصيل لأنك لا صلة لك بمشايخ، هذا تأصيل خاطئ كبير جدا. أنا كنت أتناقش مع بعض الإخوان وقال لي يا أخي أخونا أبو بكر لا يقول أنا لا أقبل المشايخ أو أرفض المشايخ، طيب ماذا يقول؟ قال هو في الجامعة هكذا يحكم، جاءه شاب قال له يا أخي شيخ الإسلام تيمية يمنع الصديق، فقال له أنا ابن تيمية ليس في الدين، هذا الذي اعترف به، وهذا اعتذار من أنه لا يطعم بني لا يرفض المشايخ والعلماء. نقول له هذا نفس إشكال ابن تيمية، لا اعترف به ليس دليل. ابتداء أقول ما قاله الأستاذ أبو بكر محمد أحمد لمن قال له شيخ الإسلام ابن تيمية يمدح الصوفية، فرد عليه الأستاذ أبو بكر ابن تيمية ليس حجة عندي، هذا لا إشكال فيه شرعا أبدا، لأن الحجة كما يعلم الجميع في الدليل من الكتاب والسنة، أما شيخ الإسلام فهو إمام وعالم من أئمة المنهج السلفي، لكنه ليس بمعصوم كما هو معلوم، ولما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن كلام العالم يستدل له ولا يستدل به. ولكن الشاهد من الكلام أن الدكتور الهواري لما حكى القصة بنفسه كما سمعت الآن قال أبو بكر قال ابن تيمية ليس حجة عندي، انتبه لهذه اللفظة، ابن تيمية ليس حجة عندي، هذا هو الكلام الذي قاله أبو بكر. وهذه الكلمة كما علمت أخي المستمع صحيحة شرعا ولا إشكال فيها أبدا. ثم لما انتهى الدكتور الهواري من عرضه للقصة غير حتى القصة التي حكاها قبل قليل بنفسه، فقال وهو يحكي القصة ويوهم الناس، قال ابن تيمية لا أعترف به، يحكيها الدكتور بنفسه ويأتي ويوهم وكأن الأستاذ أبو بكر يقول ابن تيمية لا أعترف به، ليثبت الدكتور الهواري ما اتهمنا به زورا وبهتانا أننا نقول لا صلتك بالمشايخ. هذا كذب واضح من الدكتور، والكذب من الكبائر يا دكتور، فاتق الله واعلم أنك ملاقيه وواقف بين يديه سبحانه وتعالى. كذب من نوع آخر وهو من نوع البتر والتلبيس على المسلمين، يقول الدكتور الهواري ثم هؤلاء الذين يقولون شيخنا الدليل، ثم هؤلاء الذين يقولون شيخنا الدليل، انا قريت مقوله عنه، واحد من عناوينه كتب عنوان انه الصغير يمكن ان يرد مع وجود الكبير، دي دعوه الدليل، سالت شيخنا العلامه فلان الفلاني ويرد يسال، ما قلت دليل وقلت المشايخ كل ما دليل السوى ده دليل شنو؟ هذا هوى يا اخي بارك الله فيك، هذا كلام غير مستقيم على الاطلاق. وهذه المطوية التي يتكلم عنها الدكتور الهواري هي الآن بين يدي، وكلام الأستاذ أبو بكر فيها هذا هو نصه من المطوية التي زعم الدكتور الهواري أنه قرأها. يقول الأستاذ أبو بكر ويشرع لطالب العلم أن يرد على الخصوم بحضرة من هو أولى منه، ثم قال سألنا شيخنا محمد مصطفى عن هذه المسألة فقال إن الصحابة انتدبوا ابن عباس لمناظرة الخوارج مع وجود من هم أعلم وأولى منه وأكبر سنا،
فأتى الأستاذ أبو بكر بفتوى الشيخ التي تضمنت وجود الدليل، وهو أن الصحابة انتدبوا ابن عباس لمناظرة الخوارج مع وجود من هم أعلم وأولى منه وأكبر سنا كما هو مكتوب. أما الدكتور الهواري فقد بتر هذا الكلام وقرأه إلى هذا الحد الذي سمعته الآن، وأسقط الدليل الذي أتى به الشيخ محمد مصطفى عبد القادر ونقل عنه الأستاذ أبو بكر حفظ الله الجميع. فقرأ الدكتور الفتوى وقطع الدليل الذي كان في الفتوى. سبحانك، هذا بهتان عظيم، كذب من نوع ثالث. فعندنا شباب غالوا في التبديع، أي شيء خالف هو عنده بدعة، ويكتب لك مطول من أربع صفحات في الرد على البدع، يقصدك أنت ذاتك. ليه بقيت من على البدع؟ لأنه خالفت في مسألة أو مسألتين أو خالفين هو. ويقول الدكتور الهواري أيضا، الآن شبابنا الهسع دول بس كل شيء يطلع لك مرة ثلاثة أربع صفحات في أدلة ونقول في محاربة المبتدع والرد على المبتدع والله رد على المبتدع والرسول صلى الله عليه وسلم رد على المبتدع. يا أخي الغالطك منه رد على المبتدع يا الحاج، الغالطك منه، لكن أنت تقصد المبتدع نحن، أنت تقصد المبتدع المبتدع إلا للسنة. وما من أحد كتب مطيات في هذه الفتنة وعلاجها إلا الأستاذ أبو بكر فيما نعلم وفيما نشر، وقد قررها له الشيخ الفاضل محمد مصطفى عبد القادر. فهل وجدتم فيها أنه قصد بالتبديع الدكتور الهواري كما زعم، أو أنه بدع تنظيمه، أو بدع أحدا من أهل السنة حقا؟ أليس هذا هو الكذب الصريح الواضح؟ أين دليلك أيها الدكتور الهواري على أننا قصدناك أنت أو غيرك بالتبديع في هذه المطويات الثلاثة؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد قال الإمام مالك كما في كتاب التمهيد لابن عبد البر، قال: لا يؤخذ العلم من أربعة: من رجل سفيه، ومن رجل كذاب يكذب في أحاديث الناس. فأنا أنقل إليكم فتوى الإمام مالك في عدم جواز أخذ العلم من الكذاب. والدكتور الهواري كما سمعت من هذه تسجيلات له أنه يكذب كذبا صريحا واضحا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.